عبر كافة حضارات العالم القديم، لن تجد تكاملا بين الحضارات كما جرى ما بين حضارة وادي النيل وحضارة ما بين النهرين، حيث كان التبادل الحضاري بين مصر والعراق هو السمة الأساسية لرفعة ومجد الدولتين. وإذا كانت الحضارة المصرية هي أول من عرف الكتابة، فإن حضارة سومر العراقية هي ثاني أمة عبر التاريخ تبتكر الأبجدية الخاصة بها، ليستمر التبادل الثقافي بين البلدين في صناعة الورق البردي وصولا إلى استنساخ فكرة بناء الهرم، لكن لبناء المعابد ذات الشكل المدرج. ونظرا لوفرة المياه والأمطار في كلا البلدين، تبادلت حضارات مصر والعراق فنون وطرق الري والزراعة وتخزين المياه، ولاحقا تبادلت العسكرية المصرية والعراقية صناعة القوس والسهام والفؤوس، وقدمت الحضارات العراقية شخصيات استثنائية للضمير الإنساني مثل سرجون الأكدي وحامورابي والملكة سميراميس ونبوخذ نصر، وتشارك المجتمعان المصري والعراقي نفس القيم الإنسانية مثل حرية المرأة ووصولها إلى العرش وحرية التعبير الديني ووجود نظام قضائي يحمي الحريات. ومثلما تشاركت مصر والعراق الإرث الحضاري والانتصارات وحتى طلب الحماية وقت الاضمحلال، فإن كلا البلدين تعرضا لنفس المخاطر والغزو، فكانت المقاومتان المصرية والعراقية دائما تعملان ضد نفس العدو حتى لو لم يكن هنالك تنسيق مباشر بين الشعبين. إن التكامل الفريد بين حضارات مصر والعراق هو أهم تجربة لتعايش الحضارات، أن الحضارات تتلاقى ولا تتصادم، تتكامل ولا تشن حروب الإبادة. هذا النموذج الفريد هو الرد الأكبر على أيديولوجيات مشاريع الغرب في 100 عام الأخيرة.